السلام عليكم، عدنا والعود احمد مع اول حلقه في الموسم الكروي الجديد 2024 2025. وكالعاده البدايه بحلقه انتم تطلبوها، واذا ما عملتها تقتلوني رسميا. حلقه تقييم القمصان للانديه الرياضيه العالميه كلها رسميا، بس في اختلافين. الحلقه في انديه راح تدخل في التقييم لاول مره، فخليك مركز معي حتى النهايه لنعرف مين النادي اللي حيكون قميصه هو اجمل قميص في الموسم، وراح نعرف كمان مين النادي اللي كان قميصه هو الاضعف على الاطلاق. في حلقه اليوم سنقيم لاول مره 21 نادي. الموسم الماضي كان 20 نادي، اللي قبله كانوا 17، اليوم 21، بمجموع عدد قمصان يصل ل 60 قميص. يا عفو الله الرحيم، ما بين اساسي واحتياطي وثالث. سنقيم اليوم ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد من اسبانيا، انتر وميلان ويوفنتوس وروما ونابولي من ايطاليا، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وارسنال وتوتنهام وتشيلسي من انجلترا، باريس سان جيرمان من فرنسا، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من المانيا. المجموع 17، انتظر لم ننتهي بعد، وخذ عندك الاربعه من الدوري السعودي، الهلال والاتحاد والنصر والاهلي. مش بس هيك، بل في نهايه الحلقه في عندنا فقره خاصه بعنوان تيشرتات تستحق الذكر لانديه لم تذكر في الحلقه ولكنها تيشرتات طغت بجمالها. الطريقه كالاتي: راح نستلم نادي نادي ونعرض القمصان الثلاثي اذا كانوا متوفرين الثلاث، لانه بعض الانديه حتى الان ما اعلنت عن القميص الثالث. لا رحمه في التقييم، كل تيشرت راح نقيمه من 10، لا مجاملات على الاطلاق. وانا اعلم ان هذه اذواق واهواء، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. سوف نتفق في اغلب التيشرتات، ولذلك التيشرتات اللي راح احكي انها راح تكون سيئه في حلقه اليوم وتقييمها نازل كثير، الله يجعلك تحكي انها جميله. بدك تشتغل على حالك وتراجع ذوقك كثير. على فكره في بعض التيشرتات راح نقيمها في حلقه اليوم هي اوريدي صارت موجوده عندي في الاستوديو، راح اقدمها كالعاده، راح اعرضها امامكم هون، ولانه الاختلاف حق الجميع. خانه التعليقات موجوده لكم هون تحت، لا تدلي بدلوك وتعطيني انت كمان تقييمك لكل القمصان اللي راح تعرض في حلقه اليوم، او على الاقل اعطيني التوب 5 عندك، افضل 5 واسوأ 5 من وجهه نظرك. الان قبل ما ننطلق في الحلقه الاولى من الموسم الكروي 2024 2025، اسلخ اللايك الجبار. على فكره وهذا سيكون اول لايك لك بعد وصولنا ل 9 مليون اخ واخت في هذه القناه. هلا بالنسبه لللايك، اين الاشتراك يا جماعه؟ باقي مليون فقط ونصل لل 10 مليون متابع، وبنقدم الدرع الماسي لكم هون رسميا. جاهزين يا احباب؟ اربطوا الاحزمه وحطوا القناه على تلفزيون كبير لتستمتع بالعرض، واحنا بنقدم حلقاتنا بجوده عاليه جدا وعزين يحرص على ذلك. يلا جاهزين، انطلقنا. نبدا كالعاده من انجلترا، ولكن الترتيب مختلف عن الموسم الماضي. سابدا مع نادي تشيلسي وشراكته مع شركه نايكي الامريكيه للموسم الثامن على التوالي. تشيلسي يقدم لنا القميص الاساسي باللون الازرق المعتاد، ولكن هاي المره في كثير من الدرجات المتداخله من الازرق المستوحاه من السنه اللهب. التيشيرت شكله كثير عصري، وعلى فكره اللهب الازرق هو اعلى درجات اللهب حراره، ونلاحظ حركه الشعار البارز اللي بيلمع مع الضوء، وهذا عملوه السنه الماضيه. بس برايي التيشيرت الاساسي للموسم الماضي كان اجمل. تقييم هذا التيشيرت 7 من 10. القميص الثاني لتشيلسي بلون الاوف وايت مع ياقه نايكي المميزه لهذا الموسم باللون الازرق تاتي هذه المره، ونفس فكره شعار تشيلسي ولكنه برونزي في هذا القميص، وهو ذات الامر الحاصل على تحديد الاكمام والكتف، ولكن انا برايي خط الكتف مش جميل، فهو خط واحد ورفيع للغايه، ولكنه مستوحى من تصميم تشيلسي في الثمانينات. تقييم التيشيرت 5.5 من 10، احنا ما بنرحم ابدا. ننتقل للقميص الثالث لنادي تشيلسي، لم يتم الكشف بشكل رسمي عنه بعد، ولكن حسب التسريبات فاللون سيكون اسود. سيعود تشيلسي للون الاسود لاول مره من عام 2019، وسيكون هو اصلا بين الرمادي والاسود، وهي المره سنشاهد شعار تشيلسي باللون الزهري، وسنشاهد شعار نايكي الذي ياتي بشكل طولي هذه المره. باقي التفاصيل لم يتم الاعلان عنها بعد. تقييم هذا التيشيرت 6 من 10. نبقى في لندن وننتقل لنادي ارسنال. الارسنال اعلن مبكرا عن قمصانه الثلاثه لهذا الموسم، ارسنال مع شركه اديداس الالمانيه للعام السادس على التوالي. ابدا مع التيشيرت الاساسي، اعطيني اياه يا احمد رسميا. وصل التيشيرت الاساسي يا اخوان، هذا هو لهذا الموسم 2024 2025. اللون بالالوان الكلاسيكيه الاحمر والاكتاف والاكمام تاتي باللون الابيض هذه المره، ولكن مع لمسه خطوط زرقاء رائعه، وزي ما بتشوفوا شعار المدفع بدلا من شعار النادي بالكامل. التيشيرت رائع للغايه وفيه شيء من البساطه، بس بصراحه التيشيرت الموسم الماضي احلى شوي من هذا التيشيرت. ذاك اخذ تقييم 8، هذا راح اعطيه 7.5. بشكل عام اصلا الارسنال دائما القميص الاساسي عنده غايه في الروعه. هذا القميص الجديد على اللاعب في المعشب الاخضر بصراحه شكله وتصميمه جميل. اما القميص الثاني للارسنال ففيه من وراه قصه جميله، هو تصميم ذات تراث افريقي، والالوان المستخدمه فيه اللون الاسود والاحمر والاخضر، وهي الوان العلم الافرو امريكانز، وهي حركه الوحده الافريقيه لتظهر التضامن بين النادي والافارقه عموما. كما تظهر النقوشات عند الكتف مشهوره في النقشات الافريقيه، وشعار اديداس ياتي باللون الاخضر، ومدفع الارسنال بالاحمر، وياتي اندماج الاخضر والاحمر في الياقه والاكتاف. عجبني التيشيرت كثير بصراحه، خاصه انه في الوان العلم الفلسطيني الاحمر والابيض والاسود والاخضر. وتقييم التيشيرت 8 من 10. وعلى فكره هذا التيشيرت للارسنال بالتحديد عمل ضجه في العالم، وصار عليه هجوم من كل مؤيدي الكيان الغاصب المحتل. اما القميص الثالث للارسنال فهو كذلك رائع للغايه، بدرجات ظلال اللون الازرق السماوي مع البنفسج الفاتح، الوان متداخل ومتناسقه ورائعه. الشعار ياتي بالازرق الغامق، وكذلك تحديد الاكمام واللياقه والاكتاف. هذا التناسق وهذه الاناقه بعطيها من عندي 7.5 من 10. قبل ما ندخل على تقييم النادي اللي بعده، سمعتوا الخبر المرعب؟ لعبه اف سي 25 اعلنوا عن اول هيرو في اللعبه الجديده، وهو رسميا الكابتن السعودي محمد نور، اسطوره نادي الاتحاد السعودي، والتقينا انا وياه شخصيا
2022 قبل عامين، وهيك بصير الكابتن محمد نور هو ثالث لاعب سعودي بيدخل تشكيله الهيروز في تاريخ اللعبه، وذلك بعد سعيد العوران وسامي الجابر في نسخ سابقه. ومثل كل بطاقات الهيروز بتزيد طاقته وبتوصل للتوب في تاريخ 28/11. وعلشان تضمن الحصول على احد بطاقات الهيروز اول ما تنزل اللعبه، لا مش بس هيك، بل قبل الجميع باسبوع اعمل الطلب المسبق للعبه اللي بري اوردر زي ما انا عملت قبل 3 اسابيع والله طلبتها. وانا حذرتك من قبل انه بينتهي الطلب المسبق للعبه بتاريخ 20/8، مش باقي شيء. اذا ضيعت الطلب المسبق حتروح عليك كل ميزات الطلب المسبق، ترى باقي اقل من 4 ايام على 20/8. كل ميزات البري اوردر الطلب المسبق موجوده على الشاشه الان امامك، وعلى فكره انا ذكرتها بالتفصيل في حلقه زيدان، اللي جسمه صغير وما شاف حلقه زيدان يرجع يشوفها ويشوف الميزات. طيب لو انت جبار ومثلي ومثل الاغلبيه طالب اللعبه وبتنتظر نزولها، بعد ما تخلص الحلقه كمل روعتك وادخل سيرفر الديسكورد العربي اي اس سبورتس اف سي مينا، ومنها راح تدخل على سحبات وجوائز في اللعبه، وراح تتعرف على لاعبين جبابره في اللعبه، وراح تكون انت اول من يصلك كل جديد فيما يخص اللعبه. رابط الطلب المسبق للعبه، رابط سيرفر الديسكورد العربي موجود في خانه الوصف ومثبت كمان تحت في اول تعليق. الحق حالك، ايام معدودات وممكن تروح عليك وتخسر. انا ذكرتك، اللهم قد بلغت، اللهم فشل. اعطيني النادي اللي بعده. ننتقل لبطل الدوري الانجليزي نادي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مع شركه بوما الالمانيه للموسم السادس على التوالي. القميص الاساسي هذه المره اجمل من القميص الاساسي الموسم الماضي. بصراحه سيتي اخر موسمين قدم تيشرتات اساسيه طاعون عمواس القاتل، سيئه للغايه. تيشرت هذا الموسم افضل بس مش كثير. اعطيني يا عزيزي. كما نشاهد القميص اتينا باللون المعتاد، اللون الازرق السماوي، ولكن الشغل كله موجود في الاكمام وموجود كذلك في الياقه المصممه بجرافيتي مكون من 4 ارقام 0161، وهو رمز الهاتف للمنطقه اللي كان تم اعطائه للنادي بالزمانات تمسكا بتراث النادي وجذوره. فكره جديده وتنفيذها ممتاز في الياقه والاكمام وداخل القميص كذلك. كنت بدي اعطيه 6.5/10 كتصميم، ولكن الفكره الجميله الموجوده بالنسبه للارقام في الياقه والاكمام خلتني اعطيه 7/10. اما القميص الثاني للمان سيتي، فيستمر النادي في تكريم الفريق اللي فاز بدوري التشامبيونشيب عام 1999، ليستمر باستخدام اللون الفسفوري مع اللون الاسود، ولكن هاي المره باضافه اللون السماوي ايضا لتحديد الخطوط، ونفس الشيء في الياقه البولو. تقييم التيشيرت 7.5/10. اما القميص الثالث فياتينا باللون الاحمر الغامق المستوحى من تصميم شركه امبرو عام 2012-2013. قميص باللون الاحمر الغامق مع اللون الذهبي، مع وجود رسومات بسيطه بدرجه اغمق من اللون الاحمر تشبه اشرعه السفينه في شعار النادي، ما يعطينا قميص تقييمه 6/10. طيب ماذا عن الغريم اليونايتد؟ اليونايتد بالشراكه مع عدس للعام العاشر على التوالي، ياتينا اليونايتد هذا الموسم بقميص، خلينا نورجيكم اياه بالضبط، هذا هو القميص. تشعر للوهله الاولى وكانه كلاسيكي للغايه باللون الاحمر والخطوط البيضاء في الاكتاف والياقه، ولكن اللعب كله في هذا القميص هو في اختلاف درجه اللون الاحمر في القميص، هذا ما يعطيه التميز. تقييم التيشيرت 6.5/10 فقط. اما القميص الثاني لمانشستر يونايتد فممكن يصير فيه اختلاف، هو ياتينا باللون الازرق القاتم وهو ما كان موجود في التسعينات الى جانب الياقه البولو، الخطوط البيضاء على الاكتاف في نقش متكرر لحرف الام ياتي على شكل دائري، هو ما ميز هذا التيشيرت. انا برايي الشخصي بعطي التيشيرت تقييم 7.5/10. القميص الثالث للمان يونايتد من افضل قمصان هذا الموسم، هو قميص ابيض ياتينا بالوان اعلام النادي الاحمر والاسود مع الابيض وشعار اديداس القديم الريترو الكلاسيكي الى جانب رمز مانشستر يونايتد الشيطان الاحمر بدلا من اللوجو، شكل جديد ولم نراه من تسعينات القرن الماضي. انا بصراحه حبيت وراح اعطيه 8.5/10، لانه انا محمد عدنان اعشق الخروج عن المألوف. ننتقل لنادي ليفربول. ليفربول مع شركه نايك الامريكيه للعام الخامس على التوالي. القميص الاساسي الموسم الماضي كان سيء للغايه، قميص هذا الموسم افضل بصراحه، وذلك لانه عاد الان استخدام اللون الاصفر مع الاحمر من جديد، وذلك للمره الاولى منذ عام 2020. ياتينا القميص الاحمر مع رسومات بالاصفر الرفيع، ولكن الياقه زي ما بتشوفوا عريضه للغايه باللونين الابيض والاحمر وكمان فيها اللون الاصفر. تقييم القميص برايي 7/10. ننتقل للقميص الثاني لليفربول. للوهله الاولى بتشوفه بتفكر هل هو اسود او رمادي، ولكنه في الواقع رمادي مائل للاخضر، درجه ملعوبه باللون مع اطراف اكمام باللون السماوي وخطوط بسيطه بنفس اللون على الاكتاف. لون القميص جديد وانا بعطيه بصراحه 6.5/10، كان خصوص شيء من الابداع. اما القميص الثالث لليفربول فتم تسريب فكرته، ولكن لم يتم الاعلان الرسمي عنه بعد. سيكون باللون الابيض وعليه نقوشات رماديه، وشعار نايكي سيكون بشكل طولي مقلوب ايضا الى جانب الياقه على شكل اكس ومحدده باللون الابيض وخط اصفر كما القميص الاول. تقييم القميص 7.5/10. لو تلاحظوا القميص الثالث بالعاده فيه جنون وجراه، لانه هو الوحيد اللي ما فيه قانون يحده، بيخلوه بعيد عن الوان النادي فيبدعوا فيه اكثر، فيا بيكون جبار بيفوز يا بيكون ضعيف وبيجيبوا فيه العيد. وبشكل عام في الحياه في الشغل كسر حدود تبدع اكثر في التفكير، فيكون المنتج النهائي جيد. نختم انجلترا مع نادي توتنهام اللندني. القميص الاساسي بشكل كلاسيكي للغايه، تشعر كانه تيشيرت ريترو. اعطيني يا عزيز. ياتينا باللون الابيض هذه المره في اكمام كحليه وياقه دائريه كحليه، اطراف الاكمام مقلمه بخطوط رفيعه بيضاء، قميص عادي ولكنه يعبر عن هويه النادي. تقييم التيشيرت 6/10. اما القميص
الثاني لتوتنهام فهو ملفت الى حد ما، بس ملفت بسوءه مش بجماله. ياتينا بدرجات الازرق والسماوي مع خطوط طوليه، ولكن بصراحه غير مفهوم سبب وجود اللون الاصفر على اطراف الاكمام. يعني بفهم فكره اللون الكحلي اوكي تمام مع درجات اللون الازرق، ولكن لماذا الاصفر؟ بصراحه لم يعجبني البتة. القميص غايه في السوء برايي، قد يكون واحد من اسوأ تيشرتات الموسم، تقييمه 4/10 فقط. وانا بصراحه مستغرب من توتنهام، في موسم 2019 اذا تتذكروا قدموا اجمل تيشرتات على الاطلاق، الان للموسم الثاني او الثالث على التوالي تيشرتاتهم غايه في السوق، فقط 4/10. القميص الثالث لتوتنهام لم يتم الاعلان عنه حتى الان رسميا، ولكن اغلب التسريبات بتقول انه سيكون بدرجات اللون الاخضر الفاتح، والشعارات ستكون بالاخضر الغامق. على هذا التصميم اللي امامنا ما راح ياخذ اكثر من 5/10. ننتقل للدوري الايطالي، وبالتحديد نبدا مع نادي الانتر حامل اللقب. الانتر مع شركه نايك الامريكيه للموسم 27 على التوالي. في هذا الموسم شركه نايك اعتمدت فكره ان يكون الشعار في المنتصف في اغلب تصاميمها. الانتر اتينا بتصميم مبتكر في قميصه الاول، التصميم نصه مخطط بالطول والنص الاخر بالعرض، شكل ملفت نعم. وفي نسخه اللاعبين تجد انه مزخرف بنقشتين مختلفتين، وشعار انتر شكله رائع للغايه باللون الذهبي في المنتصف. وعلى فكره شفتوا الخطوط العرضيه في التيشيرت، تكملتها تكون مع الشورت الاسود من نفس الجهه، بيعطيك شكل اللبسه كامله، بيكون جميل للغايه. تمزج اللونين الازرق والاسود والتشارك الصغير ما بين القميص والشورت هيعطي هذا القميص تقييم 8.5/10. نعم يستاهل. اما القميص الثاني للانتر فهو ابسط بكثير، يمتاز بلون بين الرمادي الفاتح والابيض الساده، مع تموجات بلون رمادي اغمق شويه بتعطي شويه جو، ولكن الاميز هو شكل الياقه الجديده والمختلفه، تاتينا بلون رمادي مائل للازرق، وهو اللون المستخدم ايضا في شعار الانتر، تيشيرت بسيط وهادئ للغايه ولكنه فيه من الرقي شيء ما، ووجود على الايطالي بصراحه فيه عامل له كسره، ولذلك تقييمه 7/10. اما القميص الثالث للانتر فلم يتم نشره بعد، ولكن وفقا للتسريبات سيكون باللون الكحلي مع لمسه من الازرق الخاص بالنادي، وشعارات الرعاه ستكون باللون الاصفر الفاتح. تقييم هذا التيشيرت ان كان هو صحيح 6/10. ننتقل لوصيف الدوري والغريم وشريك الارض، نادي اي سي ميلان. الميلان مع شركه بوما الالمانيه للموسم السابع على التوالي. ياتينا الميلان هذه المره بتيشيرت تقليدي مخطط بالاسود والاحمر، اعطيني اياه ثيو، على فكره ثيو هرنانديز لاعب منتخبنا الفرنسي رسميا. هذا هو التيشيرت كما يظهر امامكم، في نقوشات بسيطه بالطول في الخطوط الحمراء ثم اطراف الاكمام واللياقه باللون الابيض حتى تتوافق مع اللون الابيض للرعاه. تصميم تقليدي للميلان بصراحه، تيشيرت الموسم الماضي احلى واخذ 7.5. هذا القميص لن يتجاوز تقييمه 7/10. هذا بينفع يلبسه كين؟ غير صحيح يا عزيزين، قميص كين هذا الموسم هو قميص نادي باي ميونخ الاساسي. هلا بتشوفه، هو اسمه كين تيكر، يعني ابوه اسمه تيكر صح، لانه اخوه اندرتيكر الاخر، يعني ابوه هو الاخر. لا غير صحيح، هو اسمه جلين جاكوبس، ولد في مدريد في اسبانيا، ولد عام 1967. اذا بتتكلم عن كين المصارع، نعم هو حاليا عمده في امريكا لاحدى المدن. هو مواليد 67، اخوه اللي هو اندرتيكر هو مش اخوه، اللي هو مارك كالوي اللي كان لاعب سله، بس السيناريو هو اخوه، في السيناريو هو اخوه نعم. اما القميص الثاني للميلان فياتينا باللون الابيض والاكمام المحدده بالاحمر والاسود، فقط الاختلاف انه له ياقه كما تيشيرتات البولو، والمقصود باللون الابيض ذو الزخرفه البسيطه للغايه، التشابه مع لبس لعبه الكريكت، ما يذكر بتاريخ النادي انه كان يوما ما نادي لكره القدم والكريكت في الزمانات. الشعار في هذا التيشيرت ياتي خالي من الالوان تماما، تقييم التيشيرت 6/10. اما القميص الثالث للميلان فالتسريبات بتقول انه سيكون باللون الرمادي مع لمسه بسيطه من اللون الاخضر الفاتح، ولكن حتى هذا الكلام مش اكيد. طيب ماذا عن السيده العجوز اليوفنتوس؟ اليوفنتوس مع شركة أديداس الألمانية للموسم التاسع على التوالي. الموسم الماضي القميص الأساسي كان أعلى قميص تقييم في كل فرق العالم، وحصل على تقييم 9.5/10. أما بالنسبة لهذا الموسم فالقميص الأول يأتينا بخطوط عريضة بدلا من الخطوط الرفيعة، والخطوط السوداء بنقشة ملفتة تشبه الرخام أو الحوائط، والخطوط البيضاء الطولية مع ياقة بخطين أسود وخط أبيض، شكل متطور ومختلف عن التصاميم السابقة. تقييم التيشيرت 7/10. أما القميص الثاني لليوفنتوس فيأتي بشكل جديد هذه المرة، اللون الأصفر التقليدي لمدينة تورينو والمتداخل بدرجة كما الوان الماء في الجانبين، ونشاهد دخول اللون البينك عاده لليوفنتوس من جديد، نشاهد خطين باللون البينك على الاطراف، ودخول اللون البينك كذلك نشاهده في الياقه مع اللون الكحلي، وجانبي القميص باللون الابيض، ميكس الوان جيد بصراحه، الوان جريئه 6/10 للجرأه بصراحه، ولكن حتى ما في راعي رسمي للفريق، فيظهر وكانه تيشيرت منتخب اكثر من اي شيء اخر. اما القميص الثالث لليوفنتوس فهو تحفه فنيه بمعنى الكلمه، دائما بقول في هذا النوع من الحلقات، ان يمتزج اللون الاسود مع اللون الذهبي خذ قميص جبار، قميص بولو فخم للغايه باللون الكحلي او النيفي بلو. زر الياقة في المنتصف جميل جدا، والزخارف الدائرية المستوحاة من انعكاس القمر في السماء الصافية، هم هيك بيحكوا، جعلت التيشيرت أجمل. والحركة الأجمل من أدس هاي السنة إنه دائما في القميص الثالث بيغيروا في شعار النادي، فنجد على القميص فقط شعار حيوان الحمار الوحشي، نشاهد لون ذهبي في الشعار ونشاهده كذلك في شعار أدس، مع ثلاث خطوط على الأكتاف بدرجة أفتح من درجة لون القميص. القميص بصراحة حلو كثير وهعطيه تقييم 8.5/10. طيب ننتقل لذئاب العاصمة روما. روما مع شركة أدس الألمانية للموسم الثاني على التوالي. يأتينا القميص الأول باللون
الأحمر الغامق مع خطوط ذهبية طولية. اللون الذهبي يعطي فخامة لأي تيشيرت، خذوها قاعدة سبق قلناها. تداخل درجات اللون الأحمر الغامق عند الأكتاف أيضا أمر ملفت. التيشيرت جميل بسيط غير معقد وتقييمه 7/10. أما القميصتين لروما فهو مجنون شوي. تيشيرت أبيض وفيه رسمة برتقالية كما لو إنه تم رشه بسبراي ألوان. الفكرة إسقاط على رسومات الشوارع المشهورة فيها مدينة تيستاشيو بروما. والأجمل إنه كما ذكرنا في اليوفي أديداس في القمصان البديل بتلعب بشعارات الأندية، فنجد على التيشيرت شعار الثمانينات لروما وهو وجه الذئب فقط بدون الشعار الكامل. تقييم التيشيرت 6.5/10 لغرابته مش لجماله. أما القميص الثالث لروما فلم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن التسريبات بتقول إنه سيكون مستوحى من القميص البديل للنادي في عام 1992 اللي كان لونه رمادي مع لون برتقالي وأحمر، ولكن بإضافات عصرية، فخلونا ننتظر ونشوف. طيب قبل ما ندخل على تقييم تيشيرتات نادي نابولي، حان الآن موعد صلاة المغرب رسميا. نروح على المسجد ونرجع لكم. 20 minutes later. ننتقل لنادي الجنوب نابولي. التيشيرت الأساسي عادي للغاية، يأتي باللون السماوي والأبيض. بصراحة كنت أتمنى أن يكون التيشيرت سادة بدل النقش المزعج الموجود في النص. القميص بالكامل منقوش بشعار نادي نابولي صغير مكرر كثير، وكأنهم ملقوش نقش مناسبة فاستخدموا شعار النادي. تيشيرت سيء يعني، بدي أعطيه 5/10. ننتقل للقميص البديل الاحتياطي، نفس التصميم بس اللون أبيض وأسود. اللونين شكلهم أفضل، النقش على الأبيض مقبول أكثر من السماوي، ولكنه ما زال قميص برأيي ضعيف ما بيستحق أكثر من 6/10. خلصنا إيطاليا، يلا نطير لألمانيا ونبدأ مع البافاري الكبير نادي بايرن ميونخ. البايرن يعود هذا الموسم باللون الأحمر في القميص الأساسي من جديد. يمكن يكونوا تشائموا من اللون الأبيض اللي استخدموه الموسم الماضي فلم يحققوا فيه اللقب لأول مرة من 11 عام. تيشيرت البايرن الأساسي يتكون من 3 درجات من اللون الأحمر مع نقشة تعبر عن ضربات القلب المتسارعة، إضافة للون الأسود للشعارات والرعاة واللياقة. وشكل شعار النادي باللون الأسود المفرغ على اللون الأحمر الرائع للتيشيرت أعطيني قبل ما أقيمه. هذا هو التيشيرت رسميا لهاري كين المسكين النحس. تقييم التيشيرت 8/10. أما القميص الاحتياطي للبايرن فيأتينا بنقشة تشبه صدأ الحديد، أو على رأي أحمد خبز معفن، هيك سميته أنت؟ خبز معفن. ألوان متداخلة بين الأسود ودرجة من درجات اللون الأزرق، مستوحى من تمثال بافاريا الشهير في ميونخ المصنوع من البرونز. ترى بحكي معلومات قوية وحقيقية. مع الشعارات باللون الأحمر الغامق المناسب. القميص البعض بشوفه سيء، البعض بشوفه حلو في فكرة عصرية، بس أنا وفريقي بنعطيه كم يا أحمد؟ 5.5/10. القميص الثالث للبايرن وشفناه لأول مرة على شفاينشتايجر أسطورة البافاري. التصميم يأتي بلون الأوف وايت أبيض مش صريح مع زخارف عرضية، شكله جميل نعم خاصة مع الأحمر الغامق واللياقة البولو. شعار أديداس الريترو القديم خلى التيشيرت جميل، ولكن الألوان الصريحة في الشعار والخط الأحمر الصريح في اللياقة خربوا المنظر لحد ما. تقييم التيشيرت 7.5/10. طيب ماذا عن الجراد الأصفر دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا؟ القميص الأساسي لدورتموند يأتينا بالأصفر المعتاد والأكمام السوداء بالكامل زي ما انتم شايفين معي التصميم، مع خطوط رفيعة للغاية مقطوعة من المنتصف على واجهة القميص. بصراحة حركة قطع الخطوط بالنسبة لي شوي مزعجة. بصراحة تيشيرت الموسم الماضي الأساسي كان أجمل بكثير، هذا تصميمه ما بياخذ أكثر من 5.5/10. أما القميص الثاني لدورتموند فلم يتم الإعلان الرسمي عنه بعد، ولكن بالغالب سيكون باللون الأسود والرمادي، ولكن لا شكل محدد له حتى الآن. الغريب إنه تم الإعلان عن القميص الثالث لدورتموند وسيكون باللون الأبيض والأسود. شوي المنظر غريب، تشعر وكأنك بتشاهد تيشيرت نادي بروسيا مونشنغلادباخ لولا اللون الأصفر الوحيد في طرف الأكمام. هذا بخلينا نتأكد إنه هو فعلًا قميص لنادي دورتموند. تقييم التيشيرت فقط 6/10. دورتموند كذلك نزل نسخة خاصة بالكأس وهي تأتي باللون الأصفر والأسود، الكثير من الخطوط السوداء المتداخلة في كل مكان وفي كل اتجاه. هذا برأيي أحلى من الأساسي. تقييم هذا التيشيرت 7/10. يلا نروح على فرنسا وبالتحديد نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري هنا. نايكي مع نادي باريس للموسم 36 على التوالي، وتعطينا نفس التصميم التقليدي للفريق الباريسي. إرميل أشوف هذا هو القميص رسميا، القميص الكحلي اللي بتوسطه خط احمر عريض محدد بالابيض، ولكن الاختلاف بدل ما كانت الخطوط مرتبه خلوها وكانها معموله من طلاء ومبين فيها حركه فرشاه الرسم. في الخلف بنشوف هون علم فرنسا رسميا. تقييم التيشيرت 7.5/10. القميص الثاني لباريس سان جيرمان ملفت، ياتينا هذه المره باللون الابيض وكم محدد بالازرق والاخر محدد باللون الاحمر، ومرسوم على القميص برج ايفل باللونين يعني الاحمر والازرق، وهو ما يعطي للتيشيرت شكل عصري ومميز للغايه للنادي الباريسي. اختلفنا في تقييم، هناك من حبه هناك من كرهه، ولكن خلصنا الى ان نعطي التقييم 8/10. القميص الثالث لباريس سان جيرمان ياتينا باللون الزهري ويتوسط خط كحلي متصل باللياقه الدائريه بنفس اللون ونقشه طوليه. تيشيرت تقليدي لا افكار ملفته، بصراحه تقييمه 5/10. بصراحه تيشيرت ضعيف حنون،
شوي نسائي صح يا احمد؟ طيب قبل التوجه للمنطقه العربيه وبتحديد للدوري السعودي، تعالوا ننتهي في اسبانيا في اوروبا. في الدوري الاسباني ياتيكم اول النادي اتلتيكو مدريد اللي مولع في الميركاتو، بس هل هو كذلك مولع في القمصان؟ تعالوا نشوف. شركه نايكي تاتينا هذه المره مع اتلتيكو مدريد بالقميص الاساسي الاحمر المقلم بخطوط بيضاء عريضه، والخطوط البيضاء معلمه ومحدده بالازرق الخاص بهم، هذا ما جعله اجمل بكثير من تيشيرت الموسم الماضي. لو لاحظتوا كمان في خطوط رفيعه متدرجه من الازرق وحتى كمان باللون الاحمر، فكره جديده وجميله من نادي اتلتيكو مدريد. تقييم هذا القميص 8/10. تخيلوا اتلتيكو مدريد في تقييم القميص الاساسي هذا الموسم ارتفع عن الموسم الماضي 2.5، لقد ارتقى مرتقا صعبا. القميص الثاني للاتلتي ياتينا بشكل جديد وهو الاخضر الفاتح للغايه، بس عجبني اللعب في الوان الشعار انه خلوه ابيض مع احمر فقط، وهي الالوان المستخدمه في تجزيعات القميص عند الاكمام والجانبين واللياقه. القميص مرتب بس تقييمه ما بيزيد عن 7/10. اما القميص الثالث للاتلتي فلم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي حتى الان، ولكن التسريبات بتقول انه سيكون قميص سيء فيه الكثير من الرسومات المتداخله غير المفهومه بدرجات اللون الازرق مع شعار باللون الزهري. اي يا رب يا رب ما يكون لا يا رب. طيب ماذا عن الفريق الملكي المتوج يوم الاربعاء بكاس السوبر الاوروبي، عريس الموسم الماضي؟ من يوقف ريال مدريد خاصه الان مع قدوم كيليان امبابي اللي قدم يورو طاعون سيء للغايه، ولكن في اول مباراه يثبت نفسه مع الريال. تعالوا الان نحكي في الموضه والتصاميم قبل الحكي في التحليل على مدار موسم كامل. الميرينجي ريال مدريد لاول مره منذ 5 أعوام تعود اديداس في القميص الاول للونين الكلاسيكيين الابيض والاسود فقط. في المواسم السابقه كنا نشوف ريال مدريد ياتينا بالوان جديده، احيانا بيدخل الزهري واحيانا الذهبي وغيرهم، ولكن هذا العام يعود من جديد بالابيض والاسود فقط مع خط واحد على اللياقه. الموسم الماضي بصراحه التيشيرت الاساسي للريال كان اقوى بكثير، كان تقييمه 9/10، اما تقييم هذا التيشيرت فما بيزيد عن 7.5/10. اما التيشيرت الثاني لريال مدريد فهو رائع للغايه، ياتينا باللون البرتقالي كما كان في موسم 2013-2014، والخطوط تاتي باللون الاسود. انا يا اخوان بحب اصلا اللون البرتقالي، هذا هو لون مطعمي الجديد راح افتتحه في الاردن قريبا رسميا، ثيمه لونه برتقالي، وسيارتي من الداخل كمان لونها برتقالي، انا بعشق اللون البرتقالي، فلو جملت في هذا القميص فتحملوه. الشعار في هذا القميص سياتي مفرغ بارز للريال باللون الاسود مع خطوط رفيعه متداخله باللون البرتقالي الغامق. تيشيرت عصري للغايه، ملفت جدا، عمل ضج كبير لما نزل، وتقييمه انا برايي وبراي الفريق 8.5/10. اما القميص الثالث لريال مدريد فقد قدمه زين الدين زيدان لاول مره، مستوحى من القمصان الكلاسيكيه باللون الرمادي واللياقه البولو وشعار اديداس الاصلي القديم، وزخرفه تاتي باحرف اسم النادي تشعر وكانه قميص قديم، ولكن خطوط اطراف الاكمام واللياقه لا باس بها. برايي هذا التيشيرت مقارنه بالقمصان الثالث لانديه اديداس مانشستر يونايتد والبايرن واليوفي كانوا هناك اجمل من هذا. تقييم هذا التيشيرت ما بيزيد عن 6.5/10. ماذا عن البلوغرانا نادي برشلونه؟ شركه نايكي تميل هذا الموسم كما ذكرنا لوضع الشعار في المنتصف. اعطيني يا احمد اورجيهم اياه. زي ما بتشوفوا هون الشعار ياتي في المنتصف، مع انه هذا هو التيشيرت هذا الموسم لانهم عملوا فينا فيلم كبير، نزلوا هذا التيشيرت بالاول بكلمه سبوتيفاي، ولكن فجاه اعلن النادي عن الاستغناء عن كلمه سبوتيفاي والاكتفاء فقط بشعار سبوتيفاي. القميص ياتي بالذكرى 125 لتاسيس النادي، ولذلك قبل 25 عام بالذكرى المئويه نزلوا تيشيرت بيشبه هذا، بل هذا مستوحى منه. اشوفه يا احمد، اشوفه يا احمد، هذا التيشيرت. تتذكروا تيشيرت ريفالدو؟ هذا موسم 98-99 قبل 25 سنة، بتيشيرت مقسوم من النص باللونين الأزرق والأحمر. بعد 25 عام أي هذا الموسم عاد برشلونة من جديد بنفس اللونين ولكن بشكل أكثر عصرية ولون البلوغرانا أوضح، وزي ما بتشوف الرعاسي يكون باللون الذهبي، وهذا شيء حلو بصراحة. تقييم هذا التيشيرت 7/10. برشلونة بصراحة يستحق تيشيرت أفضل من هذا. أما القميص الثاني لبرشلونة فلم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل النادي حتى الآن، ولكن تم تأكيد الشائعات، سيكون تيشيرت باللون الأسود وسيكون مزخرف بشكل يجعلك تشعر وكأنه صوف راقي رائع، وأيضا الشعار موجود في المنتصف بشكل بارز، وسيكون أيضا باللون الأسود ومحدد بألوان النادي كما حال شعار نايكي إلى جانب خطين في جانبي القميص، أحدهم أزرق والآخر أحمر، مع اللياقة الجديدة بين البولو وبين العادي ما بتعرف تفرق ما بينهم. قميص جميل بصراحة، تقييمه 8/10. الحلو في هذا التيشيرت بالتحديد انه الشعارات اللي عليه تنتقل الالوان ما بين الازرق والاحمر والعكس بطريقه الاومبري او تدريجيا، طاغيت رسميا في علم الالوان. اما القميص الثالث لبرشلونه فلم يتم الاعلان عنه حتى الان، ولكن في الغالب سيكون بدرجات اللون الاخضر مع لمسه زرقاء للشعارات، واستخدم كذلك فيه شعار نايكي الطولي الجديد اللي راح نشوفه كثيرا في القمصان الثالث للفرق في هذا العام. بالنسبه لبرشلونه فكره جديده وحلوه، ولاول مره تقريبا انا بتذكر بنشوفهم بهذا اللون الاخضر، بدي اعطيه 7/10. خلصنا من اوروبا سكرنا الباب، ننتقل الان للمملكه العربيه السعوديه، وابدا مع نادي الاتحاد السعودي ومع شركه نايكي. التيشيرت موجود عندي، اعطيني اياه. هذا هو التيشيرت. اول شيء بلفت انتباهك في التيشيرت المكتوب على اللياقه من الخلف، اتحاد العب واحنا لك بلد. القميص جميل، ياتينا بالوانه الاساسيه المعتاده الاصفر والمخطط باللون الاسود، وهذا الموسم حتى الاكمام والرقبه في عليهم لون اسود واصفر، ولكن من اكثر ما يميز التصميم هو اضافه زخارف حول الخطوط السوداء، وهذا امر مستوحى من الرواشين في جده، والرواشين هي النوافذ الخشبيه المزخرفه في جده. فكره جميله ان يستوحى التصميم من التراث. اخراجيا التيشيرت
جميل جدا وتقييمه 8 من 10. اما القميص الثاني لنادي الاتحاد فياتينا باللون الابيض والشعارات باللون الاسود، وحتى شعار الاتحاد مفرغ ومعمول باللون الاسود للتناسق، ومن الامام زخارف بالوان النمور رمز الاتحاد، والحركه الملعوبه من الخلف على الرقبه، الهتاف الخاص للنادي يا كلوك. افكار نادي الاتحاد جدي هذا الموسم ملعوبه، التيشيرت شكله عصري للغايه وتقييمه 7.5 من 10. الهلال ياتينا بقميصه الاول من شركه بوما للموسم الثاني على التوالي، التيشيرت باللون الازرق المعتاد ولكن مع الكثير من الزخارف الهندسيه بدرجات الازرق الغامق، شوي مشتته شوي مزعجه وان كنت انا هلالي، ولكن انصف برايي. اطراف الاكمام والرقبه تاتينا باللون الابيض، صراحه تصميم مكرر سبق شفناه لا يدل على اي شيء جديد، هو اغمق الى حد ما من تيشيرت الموسم الماضي. تقييم هذا التيشيرت 7 من 10. القميص الثاني مرتب اكثر، ياتينا باللون الابيض مع خطوط مموجه رفيعه جدا بالازرق، نفس لون الشعارات. تقييم هذا التيشيرت 7.5 من 10. ننتقل لنادي النصر في اول موسم لهم مع شركه اديداس، وكالعاده اديداس في اول موسم تقدم تيشيرتات كلاسيكيه جدا. هذه المره نادي النصر ياتينا باللون الاصفر الخاص بالنادي مع الخطوط الزرقاء في الاكتاف وكذلك على الجانبين، نفس تقسيمات التيشيرتات العاديه من اديداس، ولكن الحلو فيه انه الرقبه على شكل في مش دائريه. تقييم التيشيرت 6.5 من 10. النصر برايي يستحق افضل من ذلك. اما القميص الثاني ففي شويه شغل، نعم نفس تقسيمه القميص الاساسي ولكن بالوانه الازرق القاتم وخطوط الاكتاف البيضاء والجانبين بالاصفر، ولكن في واجهه القميص هناك زخارف بلون ازرق فاتح تضيف جو شوي على القميص. تقييم هذا التيشيرت 7 من 10. ننتقل لنادي الاهلي السعودي، القميص الاساسي هو نفس القميص الاساسي لنادي النصر، هي اديداس للاسف، بس بدل ما كان اصفر وازرق اصبح ابيض واخضر، ولكن هو نفس التصميم تقريبا. تقييم التيشيرت 6.5 من 10، مع ان انا شخصيا بحب اللون الاخضر كثير. اما القميص الاحتياطي للنادي الاهلي فياتي باللون الاخضر، هو لون اخضر مزخرف بالاخضر الفاتح مع خطوط الاكتاف المشهوره بها اديداس باللون الابيض. تقييم هذا التيشيرت 6 من 10. لحظه، احنا قيمنا 21 نادي صح، ولكن قبل الاعلان عن اجمل 3 تيشيرتات واسوا 3 تيشيرتات ظهروا معنا في الحلقه، الان ساقدم لكم فقره تيشيرتات تستحق الذكر لانديه لم تذكر في الحلقه. 6 تيشيرتات تجبرت هذا الموسم. نادي جيرونا قدم التيشيرتين الثاني والثالث من اجمل ما يكون، نادي ليدز يونايتد وتيشيرته الاصفر الاحتياطي رائع للغايه، نادي فالنسيا الاسباني قدم تيشيرت احتياطي اسود وذهبي من اجمل ما يكون، وكذلك نادي بوتافوغو البرازيلي قدم تيشيرت جبار اسود وذهبي، ختاما بواحد من اجمل تيشيرتات الموسم على الاطلاق، نادي نيس الفرنسي قدم تيشيرت احتياطي ابيض جميل للغايه. اما الان سنعلن عن اجمل 3 تيشيرتات ظهرت معنا في الحلقه واسوا 3 تيشيرتات ظهرت معنا في حلقه اليوم. في المركز الاول مكرر مرتين وبتقييم 8.5، ياتي نادي مانشستر يونايتد بقميصه الثالث ونادي انتر ميلان بقميصه الاساسي الاول. وفي المركز الثاني مكرر 8 انديه حصلت على تقييم 8 من 10، ارسنال الثاني، يوفنتوس الثالث، بايرن الاول، باريس سان جيرمان الثاني، اتلتيكو مدريد الاول، ريال مدريد الثاني، ونادي برشلونه الاحتياط الثاني، ونادي الاتحاد السعودي الاول. هذه الانديه الثمانيه تقاسمت المركز الثاني رسميا. لو لاحظتوا حاجه، الموسم الماضي واللي قبله كان عندنا تيشيرتات حصلت على تقييم 9.5، هذا الموسم اعلى تيشيرتات تقييمها 8.5، درجه كامله ضايعه، وهذا ما يؤكد انه هذا الموسم في عندنا ازمه في التصاميم. نعم بصراحه تيشيرتات هذا الموسم لم ترقى الى مستوى الموسمين الماضيين. اما اسوأ 3 تيشيرتات هذا الموسم فهي مش 3، هي 4. الاسوأ على الاطلاق هو تيشيرت نادي توتنهام الاحتياطي اللي تقييمه 4 من 10 فقط، ياتي خلف المركز الثاني 3 قمصان حصلت على تقييم 5 من 10، توتنهام الثالث، نابولي الاول، وباريس سان جيرمان الثالث. لا ابداع، برجع بقول هي اراء واذواق والاذواق لا تناقش، ولذلك هذه التعليقات لكم انتم، فجودوا بما لديكم واعطوني اجمل تيشيرتات وابشع تيشيرتات على الاطلاق، وانا شخصيا اتقبل كل اراء، بس اياك انه عطف جرك لتصاميم فريقك. ولا تنسوا تعملوا الطلب المبكر لبري اوردر للعبه FC25، انا شخصيا صار لي تقريبا من 3 اسابيع طالبها، هي كل حساباتي الشخصيه بدردش فيها معاكم وبجاوب على اسئلتكم واعرض يومياتي. اراكم على خير جميعا، سلام عليكم.